ما كان في من القهوة اللي بتحبها، سويت لك قهوة عادية. ما في داعي كلتوم، أصلا لازم نروح. لا ما بصير هيك ابني، تروح ودغري. بعدين هلأ بيجي أخي، معقول تروح قبل ما تبوس إيده؟ والله عيب، عيب كتير عيب. استنى استنى لحظة بس لحتى فرجيكم شغلة جبتلكن إياها. وينها لشوف وينها؟ مو أنا أجيت لعندكن ابني وما كان في عندكن شحاطات للضيوف، وهالشي مو حلو بالمرة، جبتلكن هدول الغاليين للضيوف. ها وهدول جبتلكن إياهن مشان تلبسوهم بالبيت، شايف شو حلوين؟ ها بس لا تنسوا تاخدوهم بس تروحوا. أمي كتير حلوين، يسلموا إيديكي. الله يسلم إيديكي يا عم. العريس ما بيحب يلبس خواتم؟ ما فيني لأني ماني متعود. عندي شوية دروس ولازم نروح كلتوم. أي يلا أمشي. بسم الله. شو صاروا فريحة؟ وينها؟ وينهن ولاك؟ وينهن؟ محمد اترك الزلمة. فريحة وينها؟ وينها خدل البنت؟ هلا بدك اتركه، العمالة تكون هربت. محمد وقف وقف يا أبي، بدك اتركه مع فريحة. ناطر يا ابني، روح خبر الشرطة. هلا انتو تابعوا الحالة لحتى نشوف شو نتيجة الدواء، وإذا ضغطه ما نزل بكرة بتجيبولي على المشفى. شكرا دكتور عارف. المصاري بتحكي، تليفون واحد الزلمة جاب الدكتور على البيت. يا عيني محمد، الشرطة، روح خبر الشرطة يا ابني. لا تستعجلوا وتخبروا الشرطة، أمير ما بيأذيها لفريحة أبدا. وإذا ما رحنا شو نساوي؟ ها؟ شو أنت اللي بدك تخلصها لأختي؟ بعدين أنت وياه مرفقات؟ أنا ما بعرف، أنت قلي وينه. محمد بترجاك، أنا ما بعرف شي بنوب، وبعد ما شفت اللي عملته بفريحة أنا مستحيل خبرك حتى لو كنت بعرف. ولا خلص محمد بترجاك. حماد بابا، كلتوم خبرته انه رايحين على الضيعه، يعني بنت اختك هي سبب المشكله. ايه ماشي اخي، كلتوم هي اللي قالت، بس هي شو عرفها انه بده يصير هيك؟ بعدين محمد انت ما بتعرف كيف اجى لهون وفات لجوا مثل قطاعين الطرق. ايه والله خفنا يا ابني، بعدين بنتي مو معقول تحكي لحالها. محمد تعال تعال لهون ساعدني. يلا ابني خد مرتك وروح من هون. يلا يلا. يلا بدنا نروح لعند الشرطة. شو قصتها فريحة؟ رايح والجاية بيخطفها. ابن الطبقة المخملية يخطف فتاة، إنه ابن الشخصية المعروفة في عالم الأعمال أونال صراف أغلو، وهو أمير صراف أغلو، متهم بخطف فايا التي هي زميلته في الجامعة. وكانت عائلة فايا قدمت بلاغا للشرطة، وهي الآن تقوم بالبحث عن الشاب، ولم تأخذ أي تصريح من عائلة الشاب ابن الطبقة المخملية. إيه والله انشهرنا، ما كان ناقص غير نطلع بالجرايد.
طبقة مخملية تضربوا انتو طبقاتكن. أخي يعني على الأقل هن مو ذاكرين اسمها. ليك فاء ويا كاتبين، أكيد ما حدا رح يعرف مين هي. إيه معك حق، ليش في حدا ما دري باللي صار عمتي؟ بكفي إنه كول فيدان تعرف والكل بفضلها رح يعرف بالقصة. أي دخيلك يا ست سهر، خلي الدنيا كلها تعرف، المهم إنه ما في حدا بالضيعة يعرف شي. وخلي مرت عمي زهرة تفكر بهذا الشي، كأنه هي تقبلت اللي صار بكل برودة. يعني لو أنا ما سمعت صوتها على التليفون كنت رح أقول إنه هي ما تفاجأت. أخي ما بدك أعطيك الدواء؟ لا لا ما بدي، أنا صرت منيح يا خديجة. اتصلي بكلثوم وزوجها خليهم يجوا لعنا لنحكي شوي. بس أخي يعني صهرك راح على المخبر وهو عطى إفادته هونيك، شو بده يقول لسه؟ أنا رايح على بيتهم بابا، باخد كوراي معي ومنروح على الجامعة ومنسأل رفقاته. شوف ابني، يعني أنا عم أقول لحالي إنك ما تحكي مع كوراي بيكون أحسن، خايفة إنه يعصب بعدين يتفشش بكلثوم. أساساً كل شيء صار معنا كلثوم هي السبب فيه، أنا أختي مختفية هلأ وشو ما بيطلع بإيده يعمل. محمد بترجاك خليني أروح معك. سهر عدي مكانك هلأ ولا تطلعي لي. خليه بعد هذا الشيء اللي صار على القليلة اثنيناتنا نأذينا من هالشي وانظلمنا سوا، ولو هذا الشيء صار قبل هلأ يمكن كلياتنا ما كنا عم نعاني من هذا الوضع السيء. لك يا خانم، اي ظلم اللي عم تحكي عليه واللي عم تقولي انه صار عليكن؟ ابنك انت هو اللي خطفها لبنتي. انا اللي عم قوله انه بنتك هي اللي ورا هي الفضيحه يا سيد رضا. لك يا خانم، ابنك هو اللي خطف بنتنا قدام العالم كله، هلا نحن صرنا المسؤولين عن هالفضيحه هي؟ يعني ابني انا مستحيل يخطف حدا بالغصب، وإذا هالشي ما كان مؤامرة مشتركة فيها العيلة مثل ما انعمل بكوراي، بحب إلكن إني صرت متأكدة هلأ إنه بنتكن هي اللي خططت لهذا الشي يصير. يا خانم اتطلع حكينا، انتبهي على حكيك منيح. بعدين أنت هلأ ليش عم تدخلي بنتي وصهري هيك بالقصة بدون سبب؟ آه أنت بالأصل ما بتعرفي ابنك، انت بتعرفي انه ابنك فات لهون على البيت مثل قطاعين الطرق؟ خديجة وقفي وقفي، لك انتو ناس لا عندكن شرف ولا احساس ولا حتى ضمير بنوب. اسمعني منيح يا رضا بيك، حاطت هالجريدة قدامك على الطاولة والله اعلم شو قاعد عم تحسب هلأ. تعال نصفي هاي الشغلة قبل ما نتبهدل اكتر، اختار اي رقم بدك اياه لنزله على الشيك ولاقي بنتك المجنونة، وبعدين قلعوا من هون، روحوا لوين ما بدكن. لك انت شو هاللي عم تحكي؟ يعني لتكون مفكر انك بتقدر تشتري شرف بنتي وكرامة عيلتنا المصرياتك الحقيرة؟ شو انت جاي على بيتي مشان تهني يا قليل الشرف؟ قال كرامي قال، شوف بالاخبار المكتوبة بالجريدة انت يعني يا دوبك تنشهر بقهوة الحارة، بس نحنا عنا اسم والاسم ما بيتحمل هيك فضيحة أبداً. لك إذا كان عندك اسم نحن كمان عنا، إذا كانت عيلتك صراف بوغلو فنحن عيلتنا يا الماس. ابنك اللي خطف بنتي وانت جاي هلأ لحتى تحاسبني على اسم عيلتك يعني؟ يعني كان لازم انت تضبها لبنتك، ما حكيت هيك وقت حطيت بنتك طعم لابني ما هيك؟ انت شو عم تحكي له؟ واحد قليل الأدب. لك بنتك هي يلي لعبت على ابني وضحكت عليه كمان، عندك خبر بهالشي؟ لا نلع من بيت، يلا نلع. قليل أدب، لا تخلوني أقتلكن، يلا نلعو نلعو. خطتكن هاي ما رح تنجح ونحن رح نتواجه. روح إيدك وما تعطيك. انتو ناس قليلين ضمير وما عندكن أخلاق كمان، ما بتخجلوا على حالكن؟ قليل أدب. شايفة ابنك؟ شايفي على هالشكلات اللي علقنا معهم من كتر دلالنا لقلو؟ سمعتي الزلمة شو عم بيقول؟ شفتي كيف قاعدين عم يخططوا ويرسموا على ابننا الأهبال؟
بعدين وفوق هذا الزلمة عم يطلع علينا بالعالي كمان. أيسون شو صاير؟ ناطور تبعكن عم يدعي إنه ابني أمير هو اللي خطف بنته. مو معقول. أمي لازم نطلع لعن جانسو لأنه إذا درية يعني لازم نلحقها بإبرة ضد الصدمات فوق. ما بتحس ولا بتستحي، واللي بيشوفهم بيفكرن انه ناس محترمين واكابر، لك هدول ما بيحبوا غير المصاري وصايرين عم يعبدوها للمصاري كمان، وشكله قلبهم اتحجر كمان من حب المصاري. انا خليني الاقي بنتي بالاول، خليني الاقيها وبعدها رح حاسبهم لهدول الخنازير على كل كلمه قالوها بحق بنتي. الله ياخذهم وياخذ مصاريهم. المصاري قال. اخي دخيلك لوين رايح؟ انت لازم تتسطح وترتاح لك شوي. لا يا اختي خديجه لا. هالوقت مانو وقت تسطيح وراحه ولا حتى مرض ابدا. رايح لعند الشرطه وبدي احكي لهم كل شيء صار معنا. مصايبنا اللي اجت من وراهم وعرضهم علينا بالمصاري وكمان طلعتهم علينا بالعالي. أخي طيب استنى محمد حتى يجي. هن فهموا إنه ابنهم رح يروح فيها فقاموا خبوه، وهن بدهم يحرقوا بنتي ويشوهوا لها سمعتها قدام العالم، بس ما عذروا. أنا ما رح أسمح لهم يعملوا هالشي أبدا. هن مو شايفين اللي بيعملوا أولادهم، بس شاطرين يحكوا على المساكين بناتنا. قلتي لي مساكين؟ يعني هلا بيني وبينك وخلينا صريحين عمي خديجة، نحن بناتنا كمان شاغلين مزبوط. هي بنتك صارت كنت نائب مجلس الشعب، وشو رأيك فريحة كمان تلف حواليه للولد شبكة وهوب تلبس هالمحبس؟ بس صدقيني والله هالمرة أكيد محمد رح يصير مجرم. سهر أنا ما بشبه زهرة أبدا ولا بضرب حدا بلساني، ماشي؟ ديري بالك أنا بحرق اللي بدي إياه. والله يا جولفيدان أنا بحياتي ما شفت هيك ناس قلبهم متحجر وما بيحسوا بحدا أبدا. والله أنا خجلت كتير من الحكي اللي كانوا عم يقولوا، بس هن ما كانوا سائلين ولا على بالهم. إيه المصاري ما بتعمل البني آدم يا أختي. والله أنا كل اللي حارق لي قلبي هو قلة حظ المسكين أخي يا جولفيدان. لا لا أكيد رح تخلص مصايبهم، والله أنا حاسة من جواتي إنه رح تخلص نهائيا. أكيد في سحر بهذا البيت ورح نلاقيه، وبس نلاقيه تذكري إني قلتلك. إيه يعني هالمصايب اللي عم بتحل عليهم من وين لك؟ انتي هيك قولتك جولفيدان؟ ايه في سحر، بس نحن قلبنا البيت فوقاني تحتاني، وين بيكون؟ تابعوا تابعوا الحماس عم بيزيد. انا شايفة انك ما عم بتخافي بالمرة سهر خانم. لانه انتو هيك اخدين القصة جد هالمرة، يعني لو كان الشغل بالسحر وغيره بدل ما اروح ساوي لبنات العيله سحر ليلاقوا عرسان كنت سويت لحالي. استغفرك يا ربي. يعني ليش الكذب لك هي؟ كلتوم صارت كنت نائب مجلس الشعب. خلي عمتي تحكي لك جولفيدان خانم. كلتوم قاعده بفيلا مثل القصر، والثانيه هربت مع واحد من الطبقه المخمليه. اخي في أمانة ما تؤاخذنا، هي من ال لمن أخي.
سهر ليكون بدك تسأليني وين العشاء؟ فوتي لجوا. مو أنا، هي اللي بدها. الحقيرة شو عملت لتجوزت كوراي؟ بدك تخبريني كل شي بتعرفي. بما أنك سألتيني عن شي أنا بعرفه، هالأغلب بتكون جانسو قالت لك إنه أي كلمة رح تطلع من تمي إلى تمن. يعني هلأ هالبنت الفصعونة كلتوم الضياعجية البريئة، والله طلعت أذكى من فريحة، ضربت الهدف دغري. هي بليلة راس السنة خدعته لكوراي ونامت بحضنه، وطبعا بعدين هي حاولت إنها تنتحر، قام الخبر انتشر، ولما محمد عرف حمل هالسكينة وراح لحتى يفرمه للعريس، ومن خوفه راح فورا كتب كتابه عليها. لكن هيك صارت القصة، وأنا كراوية للحكاية شو بيطلع لي؟ كانت بنتي عاشت نفس الكابوس اللي عاشته قبل هالمرة، ها؟ لا لا، أنا ما فيني أقعد هيك واستنى، ما فيني. هي اللي هربت. شو؟ أنت شو عم تقول؟ الحقير ما خطط لفريحة، هي راحت معه برضاها. فريحة اختارت هداك الحقير بابا وما اختارتنا. انت شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ اخي لوين رايح؟ رايح على المخفر اسحب الشكوى. يعني بدك تترك بنتك بين ايدين هداك الولد؟ انا ما بدي اسمع اسم فريحة بهالبيت ابدا ابدا. يا رب دخيلك استرنا. بابا أنا واحد حقير يا بابا، ضحكت عليك، قلت لك إنه هو خطفه، بعرف إني أحرجتك قدام ناس ما بيسووا قرشين، بس ما هانت عليه بابا لما أختي تطلع بعيوني وتهرب معه، ما هانت علي أبدا يا بابا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.